progress. And I'm excited about what this COP is accomplishing in terms of the initiatives. فيما يتعلق بالمبادرات التي قامت بها وبإطلاقها الدول والمرتبطة أيضا بالقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية والدول، هذا العمل الجماعي دائما هناك مساحة فضاء لهذا المنتدى. وأنا كنت هنا وحين كنا في جي 20 وكان في كمبوديا، كنا نحاول أن نؤكد على أن الولايات المتحدة لديها التزام ويتعلق بالتنفيذ، ونؤكد على هنا على هذا الالتزام، ونركز أيضا على هذا الأمر. وحتى في ضوء موجة التضخم المتزايدة في كل أنحاء العالم، يمكن أن أقول لكم لأن لدينا فريق عمل، لدينا فريق عمل يرتبط بكل وكالة حكومية، وأيضا نحن نعمل على العديد من المكونات المحلية. والرئيس بالأمس تحدث عن الشراكات مع المجتمعات وكيفية تنميتها، ونحن هنا نلقي الضوء على ما حدث نتيجة للتضخم، وبالتالي نحن أيضا نحاول أن نوفي بالالتزامات الخاصة بهدف 2030 ومساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بالواجب الذي يجب أن تقوم به، وأن يكون هناك انتقال واستفادة من التكنولوجيات المنتشرة في كل أنحاء العالم. والآن أيضا قام الرئيس ودعا إلى إجراءات جديدة لتقليل انبعاثات الميثان في كل أنحاء العالم. وأيضا في العام الماضي أطلق التعهد الخاص بالميثان، والذي يتناول تقليل انبعاثات الميثان بحلول عام 2030. وأيضا يتم متابعة هذا الأمر في كل أنحاء العالم، وأيضا قضايا الشحن وقضايا الطيران، ونحاول أن نصل إلى صفر انبعاثات. ونتحدث عن انبعاثات الميثان، وهذا أمر هام جدا. وتحدثنا عن القوى والجهود التي تقوم بها الدول لتقليل وإزالة الكربون، والتمويلات اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص لدعم الجهود في الدول النامية، وهذا ما يقوم به فريقي. وأيضا نحاول أيضا مساعدة الدول الأكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل، أو إذا لم تستطع تجنب، أن تتحمل الأزمة المناخية. عفوا، وهنا نتحدث عن مضاعفة المساعدة الخاصة بالتكيف من 50 مليون دولار إلى نصف مليار دولار هذا العام. ونحن أيضا أعلن سلسلة من الشراكات في شرم الشيخ والتي تشجع العمل وتعظيم وتوسيع رقعة التمويل. نحن نتعامل مع هذه التحديات من خلال 40 تعهد للحكومات والعديد من المشروعات الخاصة بإزالة بالتعامل مع الشحن الذي يتميز بإزالة الكربون. وأيضا نحاول أن نقدم هذه الخدمات لشركات الشحن البحري وجميع الجهات المشتركة في هذا الأمر. ونعمل مع ألمانيا، وأعلننا دعمنا لمشاريع الطاقة في مصر والمنصة التي أطلقها مصر التي أطلقتها مصر في المجالات المختلفة.
وهذه المنصة تتحدث عن الطريقة المثلى لتقليل الانبعاثات وأيضا إيجاد طريق للعالم للوصول إلى صفر انبعاثات، وهي تحاول أن تقلل استخدام الوقود الأحفوري، وأيضا من خلال هذه المبادرات أيضا يتم توجه لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر وتصديره إلى الدول الأوروبية، وهذا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة. أيضا مصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بسعة 10 جيجا وات بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا وبعض الدول الأخرى التي ستلتحق بنا، وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأيضا ألمانيا سوف تقدم قرضا كبيرا في هذا الشأن، وهذا سوف يساعد في إنجاح الأمر. التأمين التمويل يتم بشكل كامل، وهناك استثمارات، وأيضا نحشد المزيد لمشاريع الطاقة النظيفة. اليابان وكندا والنرويج والمملكة المتحدة يعملون جميعا مع الاتحاد الأوروبي لتقليل غازات الاحتباس الحراري، وأيضا تقليل استخدام الوقود الأحفوري. وهناك العديد من الخطوات المحلية التي يجب على كل دولة اتخاذها، وأيضا مساعدة الدول على إطلاق العديد من المبادرات والآليات اللازمة التي تتميز بالسرعة وبالثمن الرخيص والتفاعل بشكل سريع مع مبدأ 1.5 درجة مئوية. أيضا لدينا العديد من الفعاليات والأنشطة التي نحاول من خلالها أن نزيد من رؤوس الأموال الآتية من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، وأيضا محاولة حل العديد من المشكلات المتعلقة بالمناخ في العديد من الدول، ونعمل على تسريع هذا الانتقال إلى تلك الآليات. وأود أن أؤكد أن هناك إطار زمني نتعامل من خلاله، وهناك أيضا خريطة نتعامل من خلالها، وهذا كله سوف يقودنا إلى الأداء بشكل فاعل. نحن أيضا سوف نقوم بإنفاذ أي التزامات عامة قد تم قطعها، ولكن ومن الواضح أصدقائي أننا يقول لنا العلماء أننا لن نستطيع أن نصل إلى الحفاظ على درجة 1.5 درجة مئوية إلا إذا قللنا انبعاثات الغازات بدرجة كبيرة، وإذا لم نقوم بهذا بشكل كافي فإنه سيكون من المستحيل لنا أن نصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وهذا فيما يتعلق باستخدام الأنشطة والتكنولوجيات المختلفة. وندعو جميع أصحاب المصلحة أن ينخرطوا في جميع الأنشطة المتعلقة بتسريع الإجراءات الخاصة بتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال، وأيضا نحن ندعم إجراءات التكيف في العديد من الدول، ونعلم أن التكيف يحتاج العديد من المال، وقمنا بمضاعفة التزاماتنا في هذا السياق. هذا العام قمنا منذ كوب 26، وكان هناك الطموح العالمي
بأن تلتزم جميع الدول بتعهداتها نحو مكافحة التغير المناخي. وكذلك لدينا إعلان في أندونيسيا حول الدور الذي يمكن أن يتم، وكذلك في المكسيك، وأوضحت أن هناك خطوات مهمة للأمام تم اتخاذها وتهدف هذا العديد من المؤسسات، وكان تشمل أندونيسيا والإمارات العربية وبعض الدول الصغيرة. أود هنا أن أؤكد على أن لدينا دول ما لا يزال لديها انبعاثات كربونية ولم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوب منها وما حدث من خلال اتفاق جلاسكو. هذه الدول مطلوب منها أن تتفاعل بشكل أكثر إيجابية وأن تحقق ما هو مطلوب منها. ونحن هنا في شرم الشيخ نحاول أن نزيد عدد الدول التي نتمنى أن تتعامل بشكل أكثر إيجابية، ونود أن نتعامل جميعنا بشكل إيجابي مع اتفاقية باريس. أود أن أوضح، وقلتها من شهر، أننا ندعم، نحن بالفعل ندعم ونشجع إجراءات الخسارة والضرر. ولدينا هنا قضية تستلزم أن يكون لدينا نتائج متعلقة بها وليس فقط مجرد كلام. لقد سمعنا الكثير عن الثمن الباهظ الذي تدفعه الفئات المستضعفة، ورأينا هذا في باكستان وفي مناطق كثيرة من كل أنحاء العالم. لذا فإنه من المهم لنا أن ندرك أن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها، ويجب أن يكون هناك استجابات مناسبة، وهذا ما أوضحه الرئيس بايدن، فإننا يجب أن نتعامل مع ما يحدث على الأرض وأن نؤكد تعاوننا والعروض التي نقدمها لدعم المؤسسات، وأن نقوم بسد الوجبات، سد الفجوات الخاصة بالاستجابة. وكان لدينا العديد من المفاوضات المكثفة، ونحن متأكدين من أننا سنكون فاعلين في هذا الأمر. إذا ما كانت الدول الأخرى مدركة لما نقوم بنفعله والقدر الكبير الذي نساهم به، فإننا يجب أن يكون هناك لدينا إيضاحا، لأن هذا سوف يساعدنا في تحقيق مزيد من الاستجابة وأن يكون هناك مزيد من التحالفات. هناك تحالف بدأ في جلاكسو يشمل 25 دولة، ثم أصبح العدد 65 دولة، وهذه الدول تتحد جميعا ويكون هناك استهداف لشراء المنتجات الخضراء حتى يكون هناك توجها عاما نحو هذا الأمر. ولقد رأينا هذا أن هناك إجراءات أيضا لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، فإني اليوم عرفت أن هناك في غانا أن غانا أطلقت شراكة خاصة بالطاقة، وهناك الكثير من الدول، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغانا وباكستان، وهناك أندونيسيا ودول أفريقية ودول جنوب شرق آسيا. لدينا مراقبين من برازيل أيضا ومن أربع دول أخرى، وكل منهم كل من هؤلاء المراقبين لديه دور يقوم به
في التعامل مع قضية الحفاظ على غابات الأمازون. إذن دعوني أفتح الباب للأسئلة، وأنا أكون سعيد على الإجابة عليها إذا ما سمح الوقت. لقد سيادتكم كنت تتحدث عن درجة 1.5 درجة 1.5 مئوية، وهناك أقاويل أن هناك قد ارتفع درجة الحرارة إلى درجتين. كيف يمكن أن يتم التعامل بشكل خاص مع تلك القضية؟ أنت محقة، هناك عدد قليل من الدول هي التي وافقت على هذه القضية، ولكن الحقيقة هي أن في جلاسكو تم تبني هذا المشروع وكانت اللغة موجودة، وأعني أن الرئيس شكري باعتباره رئيسا للكوب والدولة المضيفة لهذا المؤتمر قام بالعديد من المناقشات، وأيضا يجب أن يكون هناك التزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي. Fiona Hart from The Guardian. Thank you very much. Can you hold it up close and personal? Is that better? I'd like to ask on loss and damage. أريد فقط أن أتحدث عن قضية الخسارة والضرر. ما هي رؤية الولايات المتحدة لتسهيل إجراءات تعزيز وتقوية الخسارة والضرر، وما هي التسهيلات التي تقدمها في هذا الصدد؟ On loss and on the question of a facility. Frankly, I don't think anybody has fully defined what a facility. هذا دائما نتحدث عن التسهيلات التي يمكن أن تقدم. And there are all kinds of different views about what that would be. And I don't think anybody. I mean, not a lot of people that I know want to sign off on something that's not even yet. ما يمكن أن يقال في هذا الشأن، ولكن نحن وعدنا أننا سوف ننخرط في حوار عام حول كيفية أداء وتقديم هذا الدعم بأفضل شكل ممكن، ونتمنى من الدول الأخرى أن تكون مشاركة معنا في هذا الشأن وفي كيفية إدارة هذا الأمر. إنها قضايا صعبة بالفعل، ولكن يجب أن نتأكد أننا يجب أن يكون لدينا ترتيبات وأن نكون جادين في التقدم للأمام، وكذلك أن يكون لدينا اتفاق ولدينا ثقة حول ما هي الترتيبات التمويلية التي يجب أن تتم. قد يحدث هذا في الشهر القادم، قد يحدث هذا خلال هذا العام، قد يحدث هذا قبل كوب 28. نحن نحاول أن نشجع وأن نتقدم للأمام، لأن هناك الكثير الذي يجب أن نركز عليه حول مشاركة كل الدول والأسس التي تحافظ على درجة 1.5. نحن مؤيدين لكل تلك الإجراءات ونتعامل بجدية مع كل المناقشات، ونحاول أن نتقدم في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالأجندة، وأشعر أن هناك رغبة في تنفيذ وتفعيل كل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر. أنا أمثل التلفزيون المصري. هذا أنا. أنا أمثل التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. هذه القمة
مخصصة للشعوب وللكوكب. وسمعنا من الرئيس الأمريكي أن هناك تعهدات قطعها للأعوام القادمة ولكل الفئات المستضعفة، ولكن سؤالي له شقان. الأول هو متى تتحول الكلمات إلى أفعال حقيقية؟ والتعهدات التي سمعناها أمس فيما يتعلق بمبلغ 50 مليون دولار التي ستقدم للدول الأكثر ضعفا، وأتوقع أو أفترض أن كان هل تفترض أن مبلغ 150 مليون مبلغ كافي؟ بالطبع ليس كافي. نحن نقوم بتمويل المشروعات، you have to get obviously the Congress to appropriate money, and that obviously was not able to happen with the elections and everything going on. وهناك أمور متعلقة. Leaving that aside, when President Trump was there, he zeroed out the money for climate. إذا لو تذكرت فإن رئيس ترامب لم يخصص أي أموال لقضية المناخ، وفي العام 2021 جاء الرئيس بايدن وكانت هناك ميزانية. إذن في العام الأول وهو العام الماضي بدأ الرئيس بايدن في مضاعفة الأموال المخصصة لمعالجة التغير المناخي، وكان هناك 3 مليارات كجزء من 12 مليار دولار كانت مخصصة للتكيف والصمود. ونجح في تقديم 3 مليارات على الرغم من أن الميزانية لم تكن حاضرة بالفعل في هذا الوقت، ولكن على هذه المبالغ فإن الرئيس أيضا قد ضعف من الميزانيات المخصصة والمبالغ التي كان قد تم الوعد بها للعام القادم. وهذا السؤال هو يكمن فيه السبب لأن الولايات المتحدة حاضرة على الطاولة، وهو قضية التسريع. حين نتحدث مع ممثلين الدول فإننا قد نكون بعض الدول تقول نحن نكون فرحين جدا إذا لم نطور مشاريع الغاز والوقود، ولكن هل أنتم مستعدون لمساعدتنا في توفير مصادر طاقة بديلة؟ إن الأمم المتحدة لديها تحليلات تقول أن كل عام فإننا نحتاج لإنفاق ملايين من الدولارات، تريليون دولار، وهذا هو الاستثمار المطلوب في المرحلة الانتقالية. The private sector is ready to invest. ويجب أن يكون القطاع الخاص مستعد للاستثمار في هذه المجالات، أن يكون مستعد للاستثمار والحصول على أرباح من خلال تلك المشاريع، وهذا ما تهتم به اقتصاديات العالم. ما نحتاجه هنا هو مساعدة الدول في إفريقيا، ولكن يجب توفير مصادر طاقة نظيفة، ولكن يجب أن يكون عند السكان مصادر كهرباء. السؤال هو كيف يمكن أن نطور من اقتصاديات الدول؟ ويجب أن يكون هناك أموال توضع على الطاولة للتعامل مع هذه القضايا والتعامل مع تلك المخاطر، المخاطر السياسية والمخاطر الاقتصادية. هناك أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ويجب أيضا أن يكون أموال موضوعة على الطاولة. ولهذا
فإننا في لدينا المبادرة التي تم وضع فيها 100 مليار دولار، اشتركت فيها جهات متعددة لهذا الشأن. نحن نحاول أن يكون هناك هذه المبالغ، وهذا يتطلب الكثير من العمل وأن نعمل على العديد من القطاعات إذا ما أردنا أن نحقق هذا الهدف. لدي متحدث. Thank you so much, Secretary Kerry. شكرا جزيلا سيد كيري. You and Mr. Xie Zhenhua discussed this. ما الذي ما يتم مناقشته في هذا الكوب فيما يتعلق بالتغير المناخي والموضوعات المختلفة التي تم مناقشتها حتى الآن فيما يتعلق بالطاقة؟ لا أستطيع أن أتحدث عن المناقشات الغير رسمية. ما يهمني هي المناقشات الرسمية التي تمت، وكذلك نتمنى أن يكون هناك العديد من المكاسب، ولكن الأزمة المناخية ليست قضية ثنائية، وبالتالي جميع الدول يجب أن تكون على الطاولة وتساعد في حل هذه القضية، ويشمل هذا أصدقائنا في الصين أيضا. نيش فريدمان من نيويورك تايمز، وهذا السؤال الأخير. شكرا سيدي. فيما يتعلق بالخسارة والضرر، هل هناك أي تغيرات في موقف الولايات المتحدة بخصوص تسهيلات التمويل؟ وإذا ما كان هذا، فما هي السياسات الخاصة بالرئيس بايدن التي سوف تساعد في تقديم التسهيلات الجديدة في هذا الصدد؟ نحن نحاول أن نناقش هذا التمويل الذي يقدم للدول الأخرى. ونحاول أن يكون لدينا إطار قانوني فيما يتعلق بقضية التعويض، ولكن ما نحتاج أن نفعله أن نفكر، وكما قال الرئيس بايدن نحن نستطيع أن نعوض الخسارة والضرر، ويجب أن نقوم بهذا الأمر، وسوف نجد، أنا واثق أننا سنجد طريقة لذلك، وهذا يجب أن يعكس الحقيقة وكيفية التعامل مع أزمة المناخ، وهذا ما سنهتم به. السؤال الأخير، من فضلك عرفي نفسك. أنا لا أعلم الجهة التي تمثلينها، ولكن حسنا. Oh, you mean you're fighting amongst yourselves as the who's... Okay, she won. I'm Rihan Nadeeb from Channel 1, Egyptian Television. القناة الأولى التلفزيون المصري. In this crucial summit, في هذا الموقف الهام وتفعيل الإجراءات الخاصة بكوب 27، كيف يمكن أن نغير ونحول الانتقال إلى الأفعال المحسوسة والفرص الخاصة بالتعاون، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمشروعات التكيف التي تساهم في الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية؟ وشكرا. هذا سؤال عظيم، وهذا هو هذا سؤال مركزي، سؤال محوري. الرئيس بايدن تعهد بتقديم 50 مليون دولار لمصر بالأمس
وهذا يهدف لمساعدة البرامج وتحويل الكلمات إلى أفعال. وهناك الكثير من والتي نقوم بها، ومنذ شهر التقيت، كان لي عدة لقاءات، وهناك العديد من المشروعات التي سوف تتم، ونحن مهتمين للعمل مع مصر. هناك الكثير من المشروعات المطروحة لكي نعمل بالتعاون مع مصر من خلالها. شكرا جزيلا